بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، فلا زال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه بالأدلة، وما زلنا في باب الطهارة قد وصلنا فيه إلى فصل في المسح على الخفين. قال الشيخ رحمه الله: جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر ولو سفر معصيا مسح خف او جورب بلا حد. قال رحمه الله: ذكر في هذا الفصل حكم المسح على الخفين وشروطه وصفته وما يتعلق بذلك. فحكمه الجواز، الجواز بمعنى رخصة، فهو رخصة جائزة بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء في الحضر والسفر ولو كان السفر سفر معصية. ولذلك هناك فرق عندنا في المالكية بين الرخصة التي تجوز في الحضر والسفر وبين الرخصة الخاصة بالسفر. فعندنا المسح على الخفين رخصة في الحضر والسفر، والتيمم رخصة جائزة في الحضر والسفر. ولذلك لا يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة، أي حتى ولو كان عاصيا بسفره يجوز له أن يمسح على الخفين وأن يتيمم. أما الرخصة الخاصة بالسفر كالقصر والفطر في السفر، من شروطها أن يكون السفر سفر طاعة. لو سافر عاصيا لا يجوز له ان يفطر ولا ان يقصر الصلاه. هذا الفرق بين يعني الرخصه الجائزه في الحضر والسفر والرخصه الجائزه في السفر فقط. هذا فرق. ولذلك قال الشيخ: ولو سافر معصيا. فحكم المسح على الخفين الرخصة بمعنى الجواز، يعني يجوز أن تمسح على الخفين ويجوز ألا تمسح. طبعا ولا شك أن غسل الرجلين أفضل. ليه؟ لأنه الأصل، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وتخفيفا على الأمة. فحكمه الجواز، هو رخصة بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء في الحضر والسفر ولو كان السفر سفر معصية. سفر المعصية يعني كالسفر لقطع طريق والإباق، والذي سافر هروبا من طاعة والديه، إذا مسافر سفر معصية. وطبعا اللي رايح يجيب حشيش وبنج وسلاح من التجارات الايه؟ المحرمة، كل ده سفر معصية. لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقا.
وأما الرخصة التي لا تجوز في الحضر كالفطر في رمضان والقصر فلا تجوز إلا في السفر المباح. وما مشى عليه المصنف من التقييد بالمباح ضعيف، لأنه هو مهم السفر السفر المطلق، سواء سفر الطاعة أو سفر الإباحة اللي هي التجارة. يعني سفر الحج والعمرة سفر طاعة غير سفر التجارة. ومثل الخف الجورب بفتح الجيم وسكون الواو، وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي: فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه. خلي بالك هنا، طبعا الجورب عند الأئمة الأربعة اشترطوا تجليده، اشترطوا أن يكون مجلدا، وبعضهم قال يكون منعلا، يعني يكون من تحت جلد، لأنه عشان يمكن المشي فيه. الأئمة الأربعة ما عدا روايات عند الحنفية وروايات عند الإمام أحمد بجواز المسح على الجورب الصوف، الجورب الصوف أو الكتان، لكن شرط أن يكون سخين، أن يكون سخينا، وبعضهم قال أن يكون مجلدا، وقالوا يمكن تتابع المشي فيه، يعني ما يبقاش واسع قوي ولا ضيق جدا، وقالوا بحيث يقوم مقام الخف. عشان جوارب زماننا هذا لا ينطبق عليها الحكم، إلا الجوارب التخينة زي جورب الجيش وجورب الرياضة، جوارب تخينة فعلا ممكن يمشي كيلو واثنين كيلو بيها لا تتقطع. لكن الجوارب اللي هي الشرابات الصيفية دي اللي هي تلاقي الأصابع والرجل باينة منها، وأول ما يمسح يحس بالمية في رجله. إيه معنى المسح؟ أنا أمسح ورجلي ما بتتبلد تحت الشراب، أنا رجلي داخل الشراب، أجي أمسح ألاقي رجلي مية فيها تحت، يبقى إيه معنى المسح؟ وهل جوارب الصحابة كانت هكذا؟ في واحد ألف رسالة، مسألة شائكة خلي بالك، ألف رسالة يعني من 88 سنة، من سنة 1927، اسم الشيخ أحمد كامل الخضري، كان من علماء النزل الشريف في دمياط، في معهد دمياط، ألف رسالة يعني بعض المدعين للعلم يعني قال يجوز المسح على أي جورب، وأفتى الناس بذلك. فالشيخ ده قام وألف رسالة حوالي 25 صفحة أو 30 صفحة، بين الجورب في اللغة، والجورب عند الفقهاء، والجورب عند الصحابة، وأتى بنصوص من كلام الأئمة الأربعة بشروط المسح على الجورب. وخلاصة الرسالة دي أن جواربنا الآن لا ينطبق عليها كلام الفقهاء ولا الصحابة، جوارب الصحابة غير جواربنا احنا خالص. الصحابة كانوا يمشون في جواربهم، وكانوا وكانت تشبه النعل وتشبه الخف في صلاحيتها للمشي فيها.
وفي نفس الوقت كلهم اشترطوا انه ان يكون الجور سخيما بحيث لا يصل الماء الى البشره رجل، ولازم يكون ساتر لمحل الفرد. لكن يعني الفتوى الحاصله الان اللي جاي بيها الشيخ ابن عثيمين، الشيخ القرضاوي، الشيخ الالباني باطلاق، والشيخ علي جمعة، هذه فتوى خطيره جدا، فتوى خطيره جدا جدا. واللي عايز يعرف حكم المسح على الجوره فعلا يقرا رساله نهايه المقرب في حكم المسح على الجوره. وانا صورتها من فضيله الدكتور محمد هاشم رحمه الله تعالى. يعني رساله مهمه جدا هي. هي رساله مهمه جدا، اللي يقراها يحتاط لدينه. حتى الشيخ محمد هاشم كاتب في نهايتها قال يجب على المسلم، قال خلاصة الرسالة أن جواربنا العصرية لا تنطبق على جوارب الصحابة، حتى الحديثان الواردان في المسح على الجوار، حديث أبي موسى والمغيرة بن شعبة ضعيفان لا يحتج بهما كمان، يعني زيادة في الحكم. لكن بناء على أن جوارب الصحابة كانت منعلة أو مجلدة أو كانت من صوف أو وبر أو كتان، فهي لا تشبه جواربنا بأي حال من الأحوال. يعني إحنا شراباتنا إحنا لو مشيت بيها أنت يعني 20-30 متر تلاقي ايه؟ الشراب تقطع. يبقى كيف يقاس هذا على هذا؟ كيف تقيس جوارب الان على جوارب الصحابه؟ هل الصحابه كان عندهم شرابات من البترول؟ الان شرابات لو انت عملتها كده تشوف السما منها، شوف أي حاجة بينك وبين النظر. فقال يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وإلا صلى وصلاته باطلة. وبعدين ماذا عليك أنت لو نزعت الشراب وغسلت رجليك وهو القصد أن تغسل رجليك؟ لكن هو الذي التسهيل على الناس، يعني اللي خلى الانسان توضا وغسل الاعضاء، يعني هيتعب في سكت الشراب من الرجل وغسل، هل هذه فيها تعب او فيها مشقه؟ ما فيهاش اي شيء. يقول لك رفع المشقه، فين المشقه؟ هيستاجر واحد يجرب الشراب مثلا، ايه المشقة فيها؟ يعني عايز مثلا تدليسة يزيد فيها الشراب عشان لازم في الجسم؟ ما اسهل خلع الشراب؟ هو يعني هو نعم؟ هو المسألة ان هو جايز يمسح، مش جايز ان هو يمسح، شايف انه جايز انه يمسح عليه. ايوه، يعني هي رخصة، لكن لازم تكون رخصة صحيحة. ولذا ليأخذ الرخصة. إيه المانع إن أنا مثلا لو الشراب تخين زي شراب الصحابة أنا إيه؟ أمسح عليه. لازم يكون شبيه بفعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن فرق بين شرابي وشراب الصحابة أو الجورب ده والجورب ده يبقى كده لا يصح. لأن يعني العبادات يقول العلماء لا يقاس عليها. يعني ما فيهاش قياس، لا يقاس. ما دام جورب يبقى زي جورب الصحابه. فجوارب الصحابه كانوا يمشون
كالأحذية والخفاف، أنت تقدر تمشي بشراب؟ ما تقدر. يعني ده كان يمشي فرسخا، ده الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع. طب تقدر تمشي أنت بالشراب بتاعك 8 كيلو أو 10 كيلو؟ يعني بعد 2 كيلو ما تلاقيش شراب في رجلك أصلا. يعني الشراب من تحت هتلاقيه مش موجود. ده يبقى أين، يعني أين القياس هنا؟ وما دام هتقيس يبقى تقيس قياسا صحيح. يبقى جورب كالجورب، مش تاخذ الاسم فقط، لا. هذا كلام الشيخ احمد الخضري. والاحتياط في العباده واجب، لان الذمه عامره لا تبرا الا بيقين. ولذلك الشيخ قال: ومثل الخف الجورب، وهو ما كان من قطن او كتان او صوف جلد ظاهره. وذا عند جمهور المذاهب الاربعه التجليد من فوق او من تحت، اي كسي بالجلد بشرطه الاتي: فان لم يجلد فلا يصح المسح عليه. ثم بين مده المسح، قال: ولا حد في مدة المسح عندنا في المالكية فقط، لكن العمة الثلاثة مقيد بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام في السفر، يعني بحيث يصلي خمسة أوقات بالمسح، خمسة أوقات في الحضر و15 وقت في السفر، ده عند الجمهور. أما عند المالكية لا حد لذلك، يعني يجوز أن يمسح على الخف وعلى الجورب المجلد ما شاء، يعني من غير تقييد، لا بثلاثة ولا بسبعة ولا بثمانية ولا بعشرة، بل يندب أن ينزعه كل جمعة، مستحب أن ينزع الخف أو الجورب كل كل جمعة. طبعا المسح على الجورب كما ذكرنا انه رخصه. الحسن البصري رضي الله عنه قال: روي المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من 70 روايه من الصحابه رضي الله عنهم، يعني هو يعتبر متواتر. لما يروي 70 صحابي المسح على الجورب يبقى ليه اسمه ايه؟ حديث متواتر. نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وامرا وفعلا في الحضر وفي السفر في احوال متفرقه وبالفاظ مختلفه. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: توضا رضي الله عنه، هو نفسه توضا ومسح على الخفين، فقيل له: او تفعل ذلك؟ قال: كيف لا، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقيل له: قبل المائده او بعدها، قبل نزول ايه الوضوء او بعدها؟ قال: سبحان الله، هل اسلمت الا بعد المائده؟ يعني واسلم بعد نزول ايه النبي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وسيدنا المغيرة بن شعبة يعني دائما كان في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في غزوة من الغزوات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، قال: فأتبعته بماء، يعني
ثم بعد أن قضى حاجته سكبت عليه الماء، يعني صبغت له الماء فتوضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ذكرنا قبل ذلك ان قراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم محمولة على المسح على الخفين. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالجر، يعني ان الرجلين امسحان اذا كان داخل الخفين او الجوربين، وكده يعمل بالقراءتين لأنها سبعين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى تمسح الرجلان إذا كان في الخفين أو الجوربين. لكن الشيعة طبعا يمسحون على الأرجل مخالفة للسنة أو لأهل السنة عمدا. يقول لك الآية، طب هل فعل صلى الله عليه وسلم المسح على رجليه في الوضوء؟ طبعا هم طبعا أخزاهم الله لا يقبلون روايات أهل السنة، لا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب الكتب السنة كلها يرفضونها. هل تستطيعون أن تأتوا بحديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه في الوضوء؟ أبدا. كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه إلى الكعبين صلى الله عليه وسلم. لكن هم عندهم شعار مخالفة السنة من السنة، شعار الرافضة الشيعة أخزاهم الله. قضى عبد الوهاب المالكي استدل على جواز مسح الخفين في الحضر بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تخلعهما أو تسك جنابا، لأنه كما سيأتي خلع الخف يبطل المسح عليه وكذلك الجناب. حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن من نوم أو حدث بول أو غائط. يعني نمسح إذا حصل حدث كنوم أو غائط أو ريح أو بول نمسح تاني، لكن الجنابة تبطل المسح. يعني تنتهي مدة المسح بالجنابة. طب احنا دليلنا على انه مفيش تحديد، خلي بالك ان المساله دي انفرد بها المالكيه، انه عدم تحديد مده المسح على الكفين او الجوربين عند طبعا الادله. يعني الامام مالك رضي الله عنه استدل بحديث أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: ويومين. قال: وثلاثا؟ قال: نعم وما شئت. ده دليل المالكية على جواز المسح أكثر من ثلاثة أيام، نعم وما شئت. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التوقيت
الحديث لما يكون مختلف في تضعيفه وتقويته وتصحيحه يعني، فيبقى إذن هذا حديث مختلف في صحته، ولا يقال انه ضعيف ولا يصح في الاستدلال، لانه طبعا كل واحد من المحدثين له شروط في قبول الحديث. يبقى ما دام بعض المحدثين قبل الحديث يبقى هذا كلام معتمد. بعضهم مثلا رد الحديث لعله في السند، يبقى اذا حديث مختلف في صحته، لكن لا يمنع الاستدلال به. ثم ذكر شروط المسح على الخفين، قال بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرد وأمكن المشي فيه عادة بلا حاجة. يبقى ذكر الشيخ هنا، الشيخ يقول ولجوازه شروط 11 شرطا، 11 ايه شرط، 6 في الممسوح، 6 في الخف يعني، و5 في الماسح اللي هو الذي توضأ وأراد أن يمسح. ذكرها بقوله بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرد وأنكر المشي فيه عادة بلا حائل، أي أن الشرط الأول في الممسوح أن يكون جلدا، فلا يصح المسح على غيره من الخف غير الجلد يعني. لأن طبعا غير الجلد لا يسمى خفا، وإنما يكون جوربا كما سيأتي. الثاني أن يكون جلدا طاهرا احترازا من جلد ميتة ولو مدبوغا، لأن احنا عندنا الطهارة في الجلد المدبوغ، جلد الميت، جلد الميتة المدبوغ عندنا طهارة لغوية يعني يستعمل في اليابسات ولا يستعمل في المائعات، ولا يجوز لبسه بالنسبة لإيه؟ للمصلي، لأنه يعني كده بيصلي بإيه؟ بنجاسة، حتى ولو كان مدبوغا. فلو دبر الأطهار لغوية فقط. وذكرنا هذا في باب الطهارة أو الطاهر والنجس. الثالث أن يكون مخروزا مخيط، لا أن يلزق بنحو رسلاس نبات طبعا زي الصمغ يعني بيخرج منه غلب زي الصمغ يعني بيتلزق به الجلد، فإذا كان ممزوق يبقى لا يصح المسح عليه، لابد أن يكون مخروزا برضه كجوارك خفاف الصحابة رضي الله عنهم. الرابع أن يكون له ساق رقبة يعني زي احنا رقبة الخف، أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرد، فلو كان نازل تحت الكعبين يبقى يعني لا يقال له خف، ممكن يقال له حذاء أو مركوب، لكن الخف يبقى له رقبة تستر تستر الكعبين، أن يستر الكعبين احترازا من غير الساتر له، زي في بلغة اسمها البلغة شكل الخف بس تلقاها نازلة تحت الكعبين. الخامس أن يمكن المشي فيه عادة احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، يعني لو واحد مثلا لابس خوف واسع من الرجلين وهو ماشي انخلق من الرجل، فالواسع ده لا يصح المسح عليه، يعني لازم يكون على قدر الرجل، لا ضيق جدا يمنع المشي ولا واسع ينخلق عند المشي.
والواسع لا يمكن تتابع المشي فيه. والسادس ألا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو حزام، لأن الذي ينطبق على الرجل ينطبق على الخف. إحنا هناك قلنا من شروط صحة الوضوء عدم الحائل، عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك هنا الخف لازم يكون معلوش حائل فوق طين أو شمع أو دهن يمنع المسح عليه، لأنه واخد حكم الرجل. كل ده لأنه الرخصة الواردة، الرخصة الواردة في المسح على الخف لابد أن يكون خفا عند العرب، لأن الرخصة يتبع فيها الوارد، يتبع فيها الوارد فقط ولا يجتهد في غيرها. ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه. هذا إشارة بالشروط الماسح، الممسوح خلاص انتهى، انتهت الشروط، هي الشروط الستة. الأول أن يلبسه على طهارة احترازا من لبسه محدثا فلا يصح المسح عليه، يعني يتوضأ وضوءا كاملا وبعد الانتهاء من الوضوء يلبس الخف أو الجورب اللي هو يمسح عليه. يعني ما ينفعش طبعا واحد مثلا يتوضأ ويبقى لابس جورب وبعدين يعني من غير وضوء ويمسح عليه، كده ما ينفعش. ده أول شرط، ده أن يلبسه على طهارة كاملة. ده كمان ما يغسلش رجله ويلبس ويغسل الثانية ويلبس، لا، يعني لازم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس. خلي بالك. الثاني أن تكون الطهارة مائية لا ترابية، يعني التيمم لا يكون مقام الوضوء، لابد أن يكون متوضئا وضوءا كاملا. الثالث أن تكون تلك الطهارة كاملة بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه الوضوء. يعني قلنا الغسل يعتبر طهارة كاملة، لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الأصغر، بس بشرط أن يحافظ على الغسل، يعني لا ينتقض وضوءه. لو خرج ريح أو مس يبقى كده بطل وضوء الغسل، يبقى يتوضأ مرة أخرى. لكن لو حافظ على الغسل ولبس الخف يجوز أن يمسح عليه. فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح رأسه لم يجوز له المسح عليه. يعني واحد أخطأ أو نسي وغسل رجليه ونسي الرأس، فلبس الخف بعد انتهاء الوضوء تذكر أنه مسح، ما مسحش الرأس، يبقى كده يبقى يمسح الرأس ثم يخلع الخف ويغسل الرجلين ويلبس الخف مرة أخرى حتى طهارة كاملة. هذا معنى أن يلبسه على طهارة كاملة. فلو نسي فرضا يبقى الطهارة ناقصة. وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس فيها الأخرى لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسه الصحيح. يعني يلبس الاثنين بعد الانتهاء. ليه؟ قالوا لأن الطهارة لا تتجزأ. الطهارة لا تتجزأ. لأنه الوضوء لا يكون كاملا إلا بغسل الرجلين. لكن فضل الرجل يبقى الوضوء غير كامل. هذه معنى أن يلبسه على طهارة كاملة. الرابع ألا يكون مترفها بلبسه.
كمان لبسه مثلا على خوف الحناء برجله او لمجرد النوم به او لكونه امير او حاكم يلبس الخوف يعني ينام به من باب الترفع يعني او قصد مجرد المسح عليه لكن هو طبعا الاصل ان يلبسه لخوف البرد او الحر او للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لمجرد المسح او لبسه لخوف برغوث برضه من باب الترفع يعني لابسه علشان البراغيث ما تدرسوش ده يعتبر ايه؟ ترفع كان بخلاف من لبسه لحر او برد او وعر يعني الارض مثلا وهو مسافر في ارض وعره وهو طبعا احيانا الناس المرضى مرضى السكر يبقى خطورة عليهم ايه؟ انه يمشي على ارض فيها صوال مثلا او خشنة ممكن يتجرح مثلا فهو برضه ده يعتبر عذر يعني فلو لبسه لاجل ذلك يمسح عليه او خوف عقرب برضه كل ده في السفر يعني ونحو ذلك فانه يمسح لهذه العلل يعني الحر او البرد او الخوف على الرجلين من الجرح او لدغ العقرب او للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ده ملخص الخامس الا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم بحج او عمره المحرم بحج او عمره يحرم عليه المحيط والمخيط وده مخيط ومحيط الخوف مخيل ومحيل فهو لو لبسه وهو في حج او عمره يبقى عاصي يعني فلا يمسح عليه ما لم يضطر للبسه يعني اذا كان مريض مثلا بالسكر او رجله محروقه مثلا فهو يتلبسه وهو محرم لأجل المحافظة على رجليه يبقى ده كعلاج يبقى عليه فدية ويمسح على الخوف في الحج أو في العمرة في الإحرام فإذا كان عاصيا لنفسه لا يجوز له المسح عليه بخلاف المضطر اللي هو لبسه للضرورة كعلاج والمرأة طبعا تلبس المخيط والمحيط لأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها فالمرأة تلبس الخف وتمسح عليه حتى في الحج أو العمرة لأن يجوز لها ذلك الأصل في ذلك كله يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أهوى لينزع الخفين من رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الخفين فإني أدخلت القدمين فيهما وهما طاهرتان صلى الله عليه وسلم غسله وتتبع غضونه انه غسل الايه؟ غسل الخف يعني ان يكره لمن استوفى الشروط المتقدمه 11 ان يغسل الخف لان هو الاصل فيه ايه؟ المسح
قال وأجزأه النوى به أنه مسح، يعني بدل ما يمسح غسل، أو نوى رفع الحدث، لا النوى به مجرد إزالة النجاسة أو قدر أو قدر، يعني لو خف عليه نجاسة أو قدر فغسل ما يبقاش بدل المسح، لأن هو غسل بنية إيه؟ إزالة النجاسة من فوق الخف، لكن الأصل أنه يمسح، يبقى يغسل من النجاسة ثم يمسح عليه، لأن إزالة النجاسة في شيء، وطبعا المسح بدل الغسل ده أمر شيء أمر جديد يعني. وكذا يكره تتبع غضونه بالمسح، يعني التكاميش، يعني ما بقولش يمسح التكاميش لا، لأن المسح مبني على التخفيف، سواء كان الجلد فيه تكاميش أو الجلد أمس، فهو يمسحه على أي حال، ولا يظل يحط إصبعه في التكاميش كده، لا، كل ده طبعاً من باب التعمق في الدين، وهذا مكروه، فيكره تتبعه، لأن المسح مبني على التخفيف، كما يكره تكرار المسح، يعني زي مسح الرأس مرة، كذلك مسح الخفين مرة، ومسح الأذنين مرة، المسح كله مبني على التخفيف. الأشياء التي تبطل المسح على الخفين، قال وبطل المسح بموجب غسل من الجنابة وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا وبنزع أكثر الرجل لساقه فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالمولى. مبطلات المسح على الخفين، الشيخ قال يبطل بموجب الغسل، يعني الجنابة مبطلة للمسح، سواء يعني أقل من يوم أو أكثر من يوم أو أكثر من أسبوع، الجنابة مبطلة مطلقا للمسح، من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو حيض أو نفاس، يعني الحدث الأكبر مبطل للمسح على الخفين، سينزل الخفين ويغتسل. ومعنى البطلان انتهاء المسح عليه إلى حصول النور، ويجب نزعه ليغسل أو ليغتسل يعني. ويبطل المسح أيضا أن ينتهي حكمه أيضا بخرقه ثلث القدم، يعني اتقطع مقدار الثلث سواء من الخلف أو من الأمام، سواء كان مفتوح الخرق يعني اتفتت يعني أو ملتصقا بعضه ببعض كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض، هذا معنى القطع يعني، يعني مش تحت شرط قطع الجلد لا، يعني معناها انفتح. فإن كان الخرق دون الثلث يعني حالة بسيطة أقل من الثلث ضر أيضا إن ظهرت منه رجل، لكن فك منه الخياطة لكن لا تظهر منه رجل لا يضر، لكن ظهر يعني صداعه مثلا أو طلع من الإيه؟ من الخرق يبقى كده يضر، يعني كده هيمسح على الرجل، امسح على الاصبع اللي باينه. بان ظهرت الرجل منه لا ان التصق، يعني انفتحت فتكت الخياطه لكن ما زال الجلد مكفول، الا ان يكون الفتح يسيرا جدا كغرزه او كستين بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحت المريض في الهواء، يعني هو المدار على ظهور
القدم. وكذلك بنزع أكثر الرجل لساقه، يعني اللي هو إيه؟ خلع زي اللي بيخلع إيه؟ مركوب كده، يعني شال الرجل من داخل الخف طلعها. لأنه بطل المسح على الخف إذا أخرجت الرجل منه لغاية الساق اللي هي الرقبة، رقبة الخف، وهو ما فوق الكعبين. فأولى لو خرجت الرجل إيه؟ كلها. يعني لو واحد سحب رجله من الخف فرجله وصلت لإيه؟ للرقبة، يبقى كده بطل الإيه؟ المسح. لكن ظاهر المدونة لأنه لا يبطله إلا خروج جميع القدم إلى الساق، فلا يضر نزع أكثره، ورجح هذا القول. يعني الشيخ بعد ما ذكر إنه نزع القدم إلى الساق مبطل، رجع وقال الراجح أنه لا يبطل إلا بنزع الإيه؟ الرجل، يعني خلع الخف، يعني إخراج الرجل كلها من إيه؟ من داخل الخف. لأن أحيانا الواحد مثلا ينسى، يعني قاعد يتوضا فيروح إيه؟ هيخلع الخف فتتذكر إن هو هيمسح، فبعد ما يسحب يروح مرتب الخف تاني، يبقى ده هنا لا يضر. قال فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر الأسفل كالمنام. أي إذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما، أو نزع الأعليين ولابس خفين، أحيانا الواحد يلبس جوربين أو خفين فوق بعض، فإذا خلع الخف يبقى هنا إيه؟ وكان قد لبسهما على طهارة فوق الأسفلين، أو نزع أحد الخفين العليين واحدا، فإن يجب عليه أن يبادر إلى مسح الأسفل، لأنه إذا خلعنا الممسوح يبقى يجب علينا إيه؟ يعني زي بالنسبة غسل الرجلين، يرجع يغسل الرجلين، هنا هو لابس خفين فوق بعض، ماسح الفوقاني، فنزع الخف الأعلى يبقى يمسح بسرعة، يعني ما يتأخرش عن ثلاث دقائق أو أربع دقائق، مقدار جفاف الإيه؟ العضو. فإنه يجب عليه يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربعة، فيبادر لغسل الرجلين في الأولى إذا نزع الخفين الأصليين. يبقى عندنا إحنا في المالكية لو نزع هو متوضئ ونزع نسي مثلا وراح نازل الخفين، يبقى يغسل ايه؟ الرجلين حتى يبقى على وضوئه. يعني خلي بالك من المسألة دي. ولمسح الأسفلين لو خلع الخفين الايه؟ اللي من فوق، يبقى يمسح على الايه؟ على اللي تحت. قال ولمسح الأسفل في الثالثة، ولنزع الآخر وغسل الرجلين في الرابعة. يعني خلع فردا ويخلع الثانية ويغسل الإيه؟ الرجلين حتى يبقى على وضوئه. قال وإنما وجب نزع الخف الثاني، يعني جلح فردا ما ينفعش طبعا يغسل رجل ويمسح الثاني، لا، لا يجمع بين الإيه؟ المغسول والممسوح. يبقى خلاص جلع واحدة ولو نسيان، يبقى يخلع الفردة الثانية ويغسل الرجلين ويبقى متوضئا. قال والمبادرة هنا، يعني لما يجلع الخف، قال كالمبادرة التي استخدمت في الموالاة في أعضاء الوضوء، يعني بحيث لا يطول الزمن، فإن طال الزمن عمدا بطل. بعد 10 دقائق ما غسلتش رجليه يبقى بطل الوضوء كله. وبنى بنية إن نسي مطلقا، يعني هو نسي أنه ماسح فخلع الخفين ثم تذكر أنه متوضأ، يبقى يرجع يغسل رجليه وموضوعه إيه؟ موضوعه صحيح. قال ويعتبر الطول بجفاف الأعضاء،
بزمن اعتدلت، يعني إذا قدرناها بحوالي 3 دقائق أو 4 دقائق. يعني لو زاد عن ذلك ما غسلش رجليه والوضوء بطل الوضوء، عليه أن يتوضأ من جديد. آخر حاجة المندوبات، لأنه ندب نزعه كل جمعة عشان احنا ما عندناش توقيت، ندب نزعه كل جمعة أو أسبوع، يعني 7 أيام أو 7 أيام، ووضع يمناه على أطراف أصابعه أصابع رجليه ويسراه تحتها ويمرها لكعبيه، ومسح أعلاه مع أسفله، وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد في الوضوء. يعني يستحب أنه هو يغير، يعني ينزع الخف ويغسل رجليه كل جمعة، يعني يمسح كل الأسبوع ويجي يوم الجمعة ينزع الخف ويغسل رجليه ويتوضأ ويلبس الخف مرة أخرى عشان هيغتسل للجمعة. بل حتى ولو لبسه يوم الخميس علشان غسل الايه؟ الجمعة. فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه. يعني لبسه السبت يبقى ينزع السبت، لبسه الأحد ينزعه يوم الأحد. كيفية المسح عندنا في المالكية السنة، يعني إن هو يضع يده اليسرى تحت القدم هكذا، ويضع اليمنى فوقه، ويمسح كده للآخر، يبقى يمسح من تحت ومن فوق، يعني يحط على طرف الأصابع إيد الشمال تحت في اليمين وإيد اليمين فوق، ويمر كده لغاية رقبة الخف لغاية الكعبين. وفي مسح الرجل اليسرى العكس، يحط اليمين من تحت والشمال من فوق الخف، ويمسح لغاية الرقبة. ده المسح اللي هي الكيفية السنة، الكيفية السنية. أما لو مسح مثلا بل إيه وراح ماسح الظاهر فقط، هذا صحيح، لأن المسح من تحت مندوب ومن فوق واجب. زي أبو داود روى عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، يعني العقل، لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. ولذلك لو واحد مسح من تحت وما مسحش من فوق يبقى المسح باطل والصلاة باطلة، لكن مسح من فوق وما مسحش من تحت الصلاة صحيحة. قال يعيد في الوقت بس استحبابا، يعني استحبابا وليس وجوبا. قال: فإن تركه، أي المسح من تحت ومن الأسفل، أعاد صلاته في الوقت المختار، طبعا على سبيل الاستحباب. ولذلك قال: وبطلت بترك الأعلى لا الأسفل، فيعيد في الوقت. فالضمير في بطلت عاد على الصلاة، يعني هو مسح من تحت وصل ولم يمسح من فوق، يبقى الصلاة باطلة ويعيدها من تاني. لكن مسح من فوق وما مسحش من تحت يبقى يعيد في الوقت وصلاته صحيحة على سبيل الاستحباب. ونقف بذلك على باب الغسل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.